بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم أحبتي في الله ومرحبا بكم. اليوم ما شاء الله وعلى بركة الله جبت لكم انتيرين بالدجاج. وصفة بنينة بزاف، يعني تجربوها راح تعاودوا تجربوها. وصفة اقتصادية وفي نفس الوقت تصلح للضيوف، تصلح للعائلة، تصلح وجبة غداء أو عشاء سهلة وسريعة، ما تاخذش بزاف الوقت. والأهم من هذا كامل البنة حبيباتي، بنة بنينة بزاف. رافقتها لكم بإن سوب تاع خضار، يعني هكذا باش ما باش تلقاو الوجبة كاملة كيما درت في داري. ودرت اون بتيت صوص لهذا لاتيرين، نتوما ممكن ديروها مع سلطه او اي شيء، وتعطيكم كميه مليحه حوالي 12 قطعه. نتوكلوا على الله حبيباتي، وبسم الله بلا ما ننساو نصلي ونسلم على حبيب الله عليه افضل الصلاه والتسليم. هنا في مقلاة ندير زوج ملاعق زيت، وحبه بصل كبيره نقطعها مكعبات صغيره، نزيد حبة جزر نقطعها مكعبات صغيرة، نصف نتاع حبة تاع فلفل حلو نقطعها مكعبات صغيرة كما راكم تشوفوا. ثم ندير توابل ملح، فلفل أسود، كمون، وبابريكا اللي هي فلفل أحمر حلو، ونخلط كامل المكونات مع بعض ونخليهم يتذبلوا حتى يولي عندي خليط متجانس. حتى يولي هذا الشكل تاعهم نخليها تبرد ونروحوا للخلطة الثانية. هنا حبيباتي عندي 550 غرام نتاع أبيض دجاج مرحي، نزيد له سنة ثوم، ونزيد له زنجبيل طازج حوالي ملعقة صغيرة، من الأحسن طازج، ممكن ديرو بودرة ولكن طازج أحسن، ربع ملعقة تاع شابلور اللي هو خبز يابس مطحون، بياض بيضة، ملعقة نتاع كزبر يابس، ربعة الى خمس حبات تاع فرماج هذوك حتى الاخير ما سحقوهمش دوك، وملعقة نتاع فلفل اسود، كمون، ملح، والخضار اللي كنا طيبناها مع بعض. نخلطهم كامل مع بعض ونجيب مول تاع كيك كما اللي راكم تشوفوا فيه دهنته. وهنا عندي لا ديمونسيون تاعو خمسة، الطول تاعو هو 25 سنتيمتر. ندير نصف تاع الخليط تاعي من التحت ونسيج طاس بيان، نضغط مليح، وندير حبات الفرماج في الوسط، ثم نزيد الكمية اللي قعدت لي نتاع الخليط من الفوق. وكما قلت لكم يفوت تضغطوا مليح بالملعقة. هنايا نسخن الفرن على 180 درجة ونديرو يطيب في حمام مائي مدة 45 دقيقة. هنا نروحو لاسوب تاع الليجوم تاعنا. هنايا أنا خذيت 150 غرام تاع لحم مرحي تاع الدجاج من نفس الدجاج، زوج حبات جزر، حبة تاع بصل، زوج حبات طماطم، حبة بطاطا، حبة كورجيت، وكمشة تاع حوالي كاس تاع نتاع جلبانة كانت عندي في كونجيلاتور. وكما قلت لكم الدجاج المرحي تاعي اللي كنت نقصته من الخليط اللي جبته اللي هو 150 غرام، درت فلفل اسود وملح، كركم، ونغطيه كامل بالماء ونخليه، وملعقة زيت، ونخليه يطيب. واي خضار عندكم تحبوا ديروها، المهم انا عطيت لكم الخضار اللي عندي واستعملتها. في الاخير بعد ما طابت الخضار تاعي زدت لها زوج حبات فرماج كيري وحيتهم كامل مع بعض، او لافاج كيري او اي جبنه عندكم. وهذه هي لاسوب تاعي بعد ما وجدت. هنا ايضا طابت الخلطه تاعي، طابت لاتيرين تاعي. هنا نشوف بعود ندخله في الوسط، الى خرج ناشف معناته هاي طابت. هنا نحطها تقطر باش ندي كامل هذاك الجو تاعها، ونخليها تبرد تماما باش نقطعها، ماشي نقطعها وهي سخونه راح تتفتت لكم كامل. وهنا استعملت انايا انصوص هذاك الجو اللي قعد لي نتاع الدجاج، زدت عليه علبه تاع شامبينيون وعلبه نتاع 20 سلي نتاع كريم فريش،
وخليتهم يطيبوا مع بعض، زدت لهم فلفل اسود وملح، وهذه هي الصوص اللي رافقت بها الخلطه اللاتيري نتاعي. ممكن تعوضوها بالسلطه، سلطه ايضا تتمشى بزاف مع هاد لاتيرين. كما راكم تشوفوا فيها نتيجه فريمون هايله، ما تقطعوهاش وهي سخونه، خلوها حتى تبرد، ماشي تبرد تماما تماما ولكن تبرد على الاقل تكون دافيه، يعني فريمون النتيجه راح تكونكم هايله حبيباتي، ومذاق طعم خيالي راح يعجبكم. ولا السوب تاعنا ثاني بزاف بنينه، يعني هي فكره عطيتها لكم ترافق هذا لو بلا. كما قلت لكم هذا لو بلا طالي حوالي 25 قطعه في هذا لاتيرين، وزينت لاسوب تاعي بنقطه تاع كريم فريش هكذا من الفوق. وهذه هي حبيباتي، احبكم في الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.